مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Love Forecast. الفيلم بيبدأ مع شاب اسمه جون وهو بيجهز احتفال بمناسبة مرور 100 يوم على علاقته بحبيبته. زين الأوضة وملاها قلوب ودباديب، وبعد ما خلص زبط شعره وجهز نفسه وراح يقابل حبيبته في كافيه. ولما وصل كان متحمس جداً وقال لها بخصوص المفاجأة اللي عاملها لها، بس بدل ما تكون مبسوطة من المفاجأة كانت متضايقة، لحد ما قالت له إنها قررت تنهي علاقتهم. في الأول افتكرها بتهزر، بس اتأكد إنها بتتكلم بجد وبتنهي العلاقة من غير سبب. وبعد ما سابته مشيت بدأ يفتكر علاقتهم زمان. المشكلة إن جون عمره ما قضى في علاقة أكتر من 100 يوم ومش قادر يفهم السبب. أول واحدة حبها سابته في اليوم الـ 82، والتانية سابته بعد 97 يوم، والتالتة والأخيرة أنهت علاقتهم بعد 100 يوم. بعد الانفصال رجع بيته حزين، لكن للأسف أول ما وصل لقى حريقة في شقته. وبتحكي صاحبة الشقة اللي شافت اللي حصل إن كان في شمعة متولعة في الشقة حرقت الستاير والنار مسكت في الدور كله. فأخدوا جون للإسم يحققوا معاه لأنه تسبب في حريقة بإهماله. حس جون إن ده أسوأ يوم في حياته وطلب منهم يتصل بصديقته يون. بنعرف إن يون وجون أصحاب قريبين من صغرهم وعارفين كل حاجة عن بعض كويس جداً. بتشتغل يون مذيعة أخبار طقس في برنامج تلفزيوني شهير، وبسبب جمالها أصبحت مشهورة جداً وكل الشباب بيحبوها. بس ورا جمالها طبيعة مختلفة، بتتكلم بأسلوب بارد وحاد وبتسكر كتير. بتوصل يون الاسم عشان تدفع الكفالة وتخرجه، وكانت متضايقة جداً أول ما شافته ورا القضبان، وهناك الناس عرفوها من التلفزيون وطلبوا يتصوروا معاها. خرج جون أخيراً من الحبس وقضوا الليلة مع بعض بيشربوا بيرة وبيحكوا المشاكل اللي اختبروها في اليوم ده. جون كان حظه سيء جداً، شقته اتحرقت واتحبس لساعات، ده غير حبيبته اللي سابته. أما يون عندها مشاكل في علاقتها بحبيبها اللي اضطرت تسيبه لأنه طلع متجوز مع إنها بتحبه جداً. قرروا يشربوا كتير وينسوا اللي حصل لهم، وفضلت يون تشرب وتشتكي من مشاكلها العاطفية، فأقنعها جون إنها كانت علاقة محكوم عليها بالفشل، ولأنها شربت كتير ومش قادرة تمشي اضطر جون يشيلها لحد البيت. وفي الطريق حاولت تتصل بحبيبها، لكن جون منعها لأنها ممكن تدمر حياة أسرة بالكامل. بس عندت فيه واتصلت بيه كتير جدا، ومع ذلك محدش رد عليها. وتاني يوم الصبح صحيت في بيت جون واتضايقت لما عرفت إنها اتصلت بحبيبها كتير. بعدها قعدت تفطر مع عيلة جون اللي تعرفهم من زمان وكانوا مرحبين بوجودها. وأثناء الحوار اللي ما بينهم اقترح أبو جون عليهم هما الاتنين إنهم يتصاحبوا لأنهم مناسبين جدا لبعض. استغربوا جدا من كلامه ورفضوه لأنهم مجرد أصحاب من زمان وعارفين كل تفاصيل بعض، وهيبقى غريب جدا لو بقوا في علاقة. بعدها أخدها جون يوصلها شقتها، ولما وصلوا لقى الشقة فوضوية جدا فنظفها كلها. واستعدت يون عشان تروح شغلها وأخدها يوصلها، وهناك سألها جون إذا كانت مهتمة بيه بشكل مختلف. فردت عليه يون وقالت إنها منجذبة لنوعين بس من الرجالة في العالم ده، الأول هو شخص مستقر والتاني شخص وسيم وجذاب. وحسب كلامها جون ما بتنطبقش عليه الصفات دي. اتضايق جون من كلامها وافتكر إنه كان معجب بيها زمان، وفي مرة اعترف لها بمشاعره لكنها ما كانتش بتبدله المشاعر، وفهم إنها بتحبه كصديق ومش هيكون أكتر من كده. ولما دخلت مكتبها جالها كوباية قهوة ومعاها ورقة من حبيبها ليه. اتبسطت جدا من اهتمامه واخدت سيلفي وبعتتها له، وبعد ما خلص شغله راح لها ودعاها ليه تتعشى معاه النهارده. فقبلت يون متحمسه جدا ترجع علاقتهم تاني بعد انفصال مؤقت. وبالصدفه كلمها جون وعزمها تتعشى معاه في مطعم اتعودوا يروحوا زمان، لكنها رفضت دعوته عشان هتقابل ليه. ولما عرف انها رجعت له تاني كان غيران ومتضايق، وخرج في الليل يشرب مع واحد صاحبه في نادي، وهناك قابل بنت جميله اسمها جين. اتعرفوا على بعض أكتر، ولما لاحظت جين براءة جون قررت تغريه وتغيظه، فطلعت قدامه ورقصت له. وفي مكان تاني بنشوف لي ويون بيتعشوا مع بعض في مكان فاخر، وكانت يون مستمتعة جدا. بس للأسف جات له مكالمة من مراته فاضطر ينهي الليلة ويمشي. اعتذر لها وحضنها، واضطرت يون تقبل بالواقع ما عندهاش حل تاني. بعدها شربت من الواين اللي جابوه لحد ما سكرت، وفي الليل متأخر اتصلت بجون عشان يروح ياخدها. وبعد ما قفل معاها وكان هيروح لها اضطر يتأخر عليها بسبب جين اللي فضلت تغريه عشان يدخل في علاقة معاها، بس في النهاية رفض وراح ليون. ولما وصل وشافها صعبت عليه لأن كل مرة بتخرج مع لي بتحزن وتكتئب. وبعد ما اشتكت له كتير كالعادة أخدها وصلها البيت. وتاني يوم
قابلت ليه في الشغل وبالغلط أظهرت اهتمامها بيه قدام كل الناس. اتضايق ليه من تصرفها فاتصل بيها وطلب منها تبعد عنه الفترة، مش عاوز حد من الموظفين يعرف إنه بيخون مراته. أما جون فكان بيقضي وقت كبير مع جين وعلاقتهم قربت أكتر، وفي ليلة وهما بيتعشوا مع بعض فجأة بيظهر راجل تاني بيشدها وبنعرف إن ده حبيبها، فتخانقت جين معاه وسابت جون لوحده ومشيت. وقف جون مذهول مش عارف يفكر بعد ما فهم إنها كانت بتخون حبها معاه، وبعدها راح يشرب في البار واتفاجئ بوصول يون هناك. قعدت تتكلم معاه متضايقة من لي وكل القواعد اللي بيحطها، وقضوا الليلة كلها بيشربوا وبيحكوا قصص وبيرقصوا، ضحكوا كتير، وعشان يعرفوا تفاصيل بعض من زمان كانوا بيعرفوا إزاي يساعدوا بعض. وفجأة بيسألها جون إذا كان مناسب ليها ولا لا، لكنها صدمته تاني إنها طول عمرها شايفاه زي أخوها، بس لما شرب أكتر واتجرأ بسها، والغريب إن هي كمان بسته. وتاني يوم لما صحي أدرك اللي حصل ما بينهم، وعلاقتهم بقت غريبة شوية، لكن مع الوقت بدأت تمسك إيده ولطفت الجو ما بينهم، ولما افتكرت اللي حصل ما بينهم قالت له إنه كان شيء عادي مش حاجة مميزة، فحس بخيبة وإحباط وساب إيديها. وفي الظهر راح جون يتكلم مع لي بخصوص علاقته بيون وطلب منه ينهي العلاقة وما يكلمهاش تاني، وقال إن ده لمصلحتها عشان مش عاوزها تتأذي أكتر من كده. وفي يوم خرج مع يون وواحد صاحبه اسمه أندرو، أندرو كان المشرف عليه في خدمة عسكرية من سنين، ومعجب بيون جدا من ساعة ما شافها بتوصل جون زمان للمعسكر، ومن ساعتها تعرفوا وقربوا لبعض أكتر. وبعد أيام وجون بيشتغل في المدرسة وبيعلم مدرسين عشان يعينوا منهم أساتذة جداد، اتفاجئ بوجود جين بتقدم لأن عمرها ما قالت له حاجة عن شغلها، ولما قعدوا تكلموا عرف إنها قطعت علاقتها بحبيبها، ولأنهم بيشتغلوا في نفس المكان كانوا بيقضوا وقت أكبر وبدأوا علاقة رومانسية. ومع ذلك ما قدرش جون يكذب على نفسه ولا يخبي مشاعره، لأنه في الحقيقة لسه بيحب يون ومش عارف ينساها، وبرغم إعجابه بجين إلا إنه ما عندوش مشاعر ناحيتها. ولما تصرف بغرابة وطلب منها تمثل إنها تبقى يون اتصدمت من كلامه وفهمت إنه عمره ما حبها، لكن طول الوقت ده بيحب يون. حست بإحباط واتضايقت ومشيت. وتاني يوم راح عشان يعتذر لها، أما جين فكانت متفهمة مشاعره ناحية يون ونصحته يتكلم معاها ويعترف بمشاعره، وفعلا لما كلمها طلب يقابلها لكنها رفضت لأنها لسه مع أندرو. أما جون فما استسلمش، فضل يتصل بيها كتير وحاول يبوظ علاقتها بأندرو، وعشان بطلت ترد عليه قرر يروح لها البيت. وفعلا راح وقابلها وهناك صرحها بحقيقة مشاعره ناحيتها، وكان محبط ومتضايق جدا لأنها عمرها ما حست بحبه ليها لمدة 18 سنة. وبعد ما خلص كل كلامه ركب تاكسي ورجع البيت وهو بيعيط. تاني يوم راح لها أندرو وجايب لها هدية وداع، قال لها أنه هيبطل يقابلها لأنه واضح أن عمرها ما حبته. وفي يوم شاف جون انتشار خبر علاقة يون بلي على السوشيال ميديا، قلق عليها جدا وراح لها البيت بسرعة، وانتشار الخبر وسط زمايلها وشركتها أدى لرفضها في النهاية. وبعد ما خسرت شغلها قررت تسيب كوريا وتسافر برا. قعدت تجهز شنطتها وهي بتتفرج على صورها مع جون بحزن، وهي بتفتكر الأيام الجميلة اللي قضوها مع بعض. ولما جون عرف بخصوص سفرها جري بسرعة يلحقها ويمنعها، وأخيرا لما تقابلوا اعترف لها بمشاعره تاني، بس المرة دي قبلت حبه وبدأوا علاقة رومانسية. واكتشفت يون إنها عمرها ما كانت سعيدة في حياتها غير لما كانت معاه، وأدركت إنها كانت بتقابل كل الأشخاص الغلط عشان يساعدوها تعرف مين اللي بيحبها فعلا، اللي كان موجود جنبها من البداية. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات أكتر.